إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، والمستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نحمدك يا ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو جبار السماوات والأرض، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة ولبى نداء ربه حتى أجاب مناديا، وظل يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، حتى أمن الخائف وطمأن القلق وقوم المعوج ونشر أضواء الحق والدين والإيمان، كما تنشر الشمس ضياءها على سائر الأكوان. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها جميعا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، فإن كنت حبيبي في الله من المؤمنين الصادقين السائرين على منهج سيد النبيين، فأفض السمع وقل بلسان حالك لبيك ربي وسعديك، لأن الملك ينادي عليك. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله،
لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف القرآن والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله وفعل رسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف قال الله قال رسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال علماء الأصول أن هذه الآية خرجت مخرج الغالب. يعني إيه مخرج الغالب؟ يعني كل أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فجاء للوجوب إن لم تأتي قرينة، تأخذ الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. إذن أي أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي علينا ألا نقدم هذا الأمر على قول الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فاليوم في هذا اللقاء هو لقاء للمحبين، لا ينتفع بهذا اللقاء غيرهم، فالمحب الصادق يعنى بكل شيء يخص حبيبه، المحب الصادق يعنى بكل شيء يخص حبيبه. إذن إن كنت حبيبي في الله محب للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن للمحبة قانون، وقانون الحب هو أن يبذل المحب في رضا محبوبه وإن شق عليه ذلك. بتحب النبي؟ آه. إذن كيف تحب النبي وأنت تعصاه؟ كيف تحب النبي وأنت لا تتبع أوامره ولا تجتنب نواهيه؟ إذن المحب الصادق يعنى بكل شيء يخص حبيبه، فهذا درس للمحبين. يا أيها الذين آمنوا، إن كنت حبيبي في الله تريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقوق، للنبي صلى الله عليه وسلم شروط، للنبي صلى الله عليه وسلم واجبات الاتباع. ومن أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا جميعا هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعظم حق للنبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله أخذ جميع العهود والمواثيق على جميع الأنبياء والمرسلين، إن بعث فيكم محمدا فعليكم أن تؤمنوا به وأن تنصروه. قال ربنا جل جلاله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ ربنا جل جلاله جميع العهود والمواثيق
على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا بسيد النبيين. بل تدبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم، يقسم ويقول: والذي نفسي بيدي. اشترط هنا السماع، لأن السماع ممتد من الحياة إلى ما بعد الممات. فنحن في هذا العصر لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يسمع عنه صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل تدبر، من المعلوم أن الله جل جلاله ما أرسل لقوم نبي الله نوح إلا نبي الله نوح، ما أرسل لقوم نبي الله نوح إلا نبي الله نوح، ومع ذلك جعل ربنا جل جلاله تكذيبهم لنبي الله نوح تكذيبا صريعا لجميع الأنبياء والمرسلين. قال رب العالمين: كذبت قوم نوح المرسلين. لم يقل كذبت قوم نوح الرسول، لا، كذبت قوم نوح المرسلين. إذن من آمن بنبي واحد ولم يؤمن بجميع الأنبياء فقد كفر، ومن آمن بجميع الأنبياء ولم يؤمن بنبي واحد فقد كفر. جعل ربنا جل جلاله تكذيبهم لنبي واحد تكذيبا صريحا لجميع الأنبياء والمرسلين. إذن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم شروط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم حقوق النبي أيضا هو اتباع أوامر النبي في كل ما أمر والانتهاء عن كل ما أنهى عنه النبي وذكر. فالله جل جلاله قرن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته جل جلاله. قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما النتيجة يا رب؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. انظر، قارن طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فطاعة النبي مقترنة بطاعة الرب العلي. بل تدبر حبيبي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الأمة المحمدية كلها ستدخل الجنة، الله أكبر، إلا من رفض. إلا من رفض. هو في حد ممكن يرفض إن يدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من المجنون اللي ممكن يرفض يدخل الجنة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي فقد رفض أن يدخل الجنة. إذن من أطاع النبي دخل جنة الرب العلي، ومن عصى النبي
حرم ورفض أن يدخل جنة الملك جل جلاله، بل تدبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فجاءته ملائكة، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دار فأحسنه وجمله وجعل في الدار مأدبة وليمة طعام جميل، ثم أرسل داعي يدعو الناس لكي يدخلوا الدار ويأكلوا من المأدبة. فقال أولوها له ليفقهها، فسروها له ليفهمها. فقالوا الدار هي الجنة، الدار هي الجنة، والمأدبة نعيم الجنة، والداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع الداعي أي وهو النبي صلى الله عليه وسلم دخل الدار وهي الجنة، وأكل من المأدبة أي استمتع بنعيم الجنة. ومن لم يجب الداعي لن يدخل الدار وهي الجنة، ولن يستمتع بنعيم الجنة. إذن طاعة النبي مقترنة بطاعة الرب العلي. من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع النبي في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما أنهى عنه النبي وزجر، بل تدبر. قالت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث يعني من ابتدع في دين الله ما ليس منه، أي ما ليس في الدين من شيء فهو رد، يعني هذه البدعة مردودة، مردودة على رأسه، لا قبول لها من الله. لماذا؟ لأن الله لا يقبل العبادة إلا إن كانت خالصة لوجه الله، وأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شرط من شروط قبول العبادة أن تكون العبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا شرطين اثنين، لا يقبل الملك جل جلاله أي عمل بغير هذين الشرطين، ألا وهما الإخلاص والاتباع، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بالنبي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما أنهى عنه النبي وزجر. بل من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق النبي في كل ما جاء به عن الملك جل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن الملك فهو صادق صادق صادق. ومن نحن لكي نصدق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أن صدقه الرب العلي؟ لا ورب الكعبة، هذه الصلاة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الصادق. لا ورب الكعبة، نحن في هذا اللقاء نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نسمع صلاة تخرج من القلوب تهتز لها الدنيا، صلى على الصادق. قلنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حي في قبره، نعم،
في سنن أبي داود والترمذي من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، قد بليت، يعني قد مت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم علي مرة رد الله روحي، لكي أرد السلام على من سلم علي فيحيا رسول الله حياة برزقية لا يعلم حقيقتها إلا الملك. فصلوا على الصادق. من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق النبي في كل ما جاء به عن الملك. ومن نحن لكي نصدق النبي بعدما أن صدقه الرب العلي؟ قال ربنا جل جلاله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما بيقولش كلام من عنده، لا، كل كلمة هي عن طريق الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. بل ستعجب، لقد صدق النبي الكافر قبل المؤمن. كيف ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يلقب بالصادق الأمين. إذن قبل البعثة صدقه الكافر قبل المؤمن. بل الأعجب، الأخنس بن شريح خلا يوما بأبي جهل فقال له: أو محمد صادق؟ بيقول له في السر: أو محمد صادق؟ فقال أبو جهل: نعم، إنه لصادق، ولكننا نكذب ما جاء به عن الله. إذن صدق النبي الكافر قبل المؤمن. بل ستعجب، في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء عن رسول الله أريد حفظه، فنهاني قريش وقال: أتكتب عن رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الرضا وفي الغضب؟ فمسكت عن الكتابة وقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اكتب ما شئت، فوالذي نفسي بيدي ما خرج مني إلا حقا. وأشار على فيه صلى الله عليه وسلم. بل الواقع والتاريخ خير شاهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نحن جميع الموحدين لا نحتاج إلى واقع ولا إلى تاريخ لكي نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حديث الذبابة الذي قامت الدنيا ولم تقعد. في الأيام القليلة الماضية خرج علينا من يقولون وينكرون هذا الحديث، ويقولون هذا حديث قرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها ثم فليطرحها. خلص الحديث. حد سمع الحديث بيقول اشرب؟ حد سمع كده؟ طيب نفترض ان انت نفسك تجيب انك تشرب، اشرب. واحد تاني نفسه ما تجيبش انه يشرب، ما تشربش. اذا الحديث ما فيهوش امر بالشرب، ولكن الامر فليغمسها ثم فليطرح، فان في احدى جناحيه داء والاخر دواء. خرج علينا عالم
الإنجليزي يدعى أليزون ببحث نائل كبير. يقول أنه حينما أجرى البحث والتحاليل على إحدى جناحي الذبابة وجد أن الذبابة حينما تصطدم بالسائل تخرج من إحدى جناحيها داء يسبب حمى التيفود والدوسنتارية، وحينما تغمز في السائل تخرج من إحدى جناحيها الآخر مضاد حيوي يعمل على هذا المرض. من الذي علم النبي ذلك؟ هل كان عند النبي معمل تحاليل يجري عليه هذه الاختبارات؟ خرج علينا في هذا العصر الذي نحياه من ينكرون هذا الحديث ويكذبون هذا الحديث ويقولون هذا حديث قرف. بل ستعجب، في حديث الكلب قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يطهره 7 مرات أولهن بالتراب. انظر إلى اللفظة ولغ فيه الكلب. إذا شرط الولوغ يعني واحد دلوقتي معدي راح الكلب لمس إيديه يغسل إيده بالتراب أو يطهر إيده 7 مرات وأول مرة بالتراب؟ لا. ليه؟ لأنه هو ما ولغش في إيديه. طب إيه اللي حصل؟ يبقى تغسل إيدك أو تتوضأ إذا كنت أنت متوضي. في الحالة دي الغسيل عادي، لكن شرط الولوغ إذا ولغ الكلب أن يطهر الإناء 7 مرات أولهن بالتراب. خرج عالم ألماني يدعى بيرفريد من جامعة هال بألمانيا ببحث هائل كبير، أجرى التحاليل على الكلب حينما شرب من الإناء، فوجد الإناء يحتوي على ميكروبات تسبب 50 مرض. وبعدما أن طهر الإناء بأعظم أنواع المطهرات في العالم وجد الإناء يحتوي على الميكروبات، ولكن لما طهر الإناء بالتراب لم يجد أثر لميكروب واحد. من الذي علم المصطفى ذلك؟ هل كان عند النبي معمل تحاليل؟ لا ورب الكعبة. الواقع والتاريخ خير شاهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. بل ستعجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بن آدم يبلى إلا عجب الزنب، منها خلق ومنها يركب. جاء أعرابي إلى الحبيب النبي ومعه عجب زنب، وعجب الزنب هي عظمة صغيرة تكون في آخر السلسلة الفقرية لكل إنسان تشبه حبة العدس. فقال الأعرابي للحبيب النبي: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه العظمة بعدما أن أصبحت رميم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يميتك الله ثم يحييك ثم يلقيك في النار. خرج علينا عالم في هذا العصر ومعه عجب الزنب، وجاء بمكبس هائل كبير ضخم وأجرى التحاليل على عجب الزنب، وجد عجب الزنب تحتوي على كائنات حية تستطيع أن تعيد جسد الإنسان كما كان. فحينما وضع عجب الزنب على مكبس وكبس عجب الزنب ثم أجرى التحاليل، وجد عجب الزنب تحتوي على كائنات حية تستطيع أن تعيد جسد الإنسان كما كان. إذن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق النبي في كل ما جاء به عن الملك جل جلاله. بل من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. توقير النبي، الله جل جلاله نادى على جميع الأنبياء والمرسلين
بأسمائهم المجردة إلا النبي. يا الله، أنت متخيل؟ متخيل المكانة؟ ينادي على جميع الأنبياء باسمهم المجرد عادي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أي مكان هذه؟ أي مكان هذه؟ أي مكان للنبي عند الرب العلي؟ قال ربنا جل جلاله: يا آدم، باسمه المجرد، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى، يا يحيى، يا زكريا، يا داود. ولكن لما أراد الملك، لما أراد الملك أن ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال ربنا يا محمد قط، ولكن قال: يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، نادى عليه بصفته، ولما نادى عليه باسمه قرنه بصفة الرسالة. قال ربنا جل جلاله: وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الله جل جلاله أنزل آية، آية من فوق سبع سماوات تهدد بإحباط العمل للرجلين العظيمين الكبيرين الصديق وعمر. الصديق وعمر تنزل فيهم آية تهدد بإحباط العمل. أنت متخيل يعني إيه إحباط العمل؟ مش العمل بتاعي ولا العمل بتاعك، مش عبادتي وعبادتك ربنا بيهدد بإحباطها، لا، أنا عاوزك تتخيل يحبط عمل الصديق وعمل عمر بن الخطاب الفاروق الأواب وصديق الأمة، الرجل الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل، ماذا جرى؟ روى الإمام البخاري أن وفد بن تميم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: أمر عليه من القعقاع بن معبد يا رسول الله. يعني إيه؟ يعني خلي أمرهم القعقاع بن معبد يا رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: بل أمر عليه من أقرع بن حابس يا رسول الله. فقال الصديق لعمر: ما أردت إلا خلافي يا عمر؟ فقال عمر بن الخطاب: لا والله، ما أردت خلافك يا أبا بكر، هل ترون في ذلك سوء أدب؟ لا، لكن أنزل ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. تهدد بإحباط العمل. ما الذي جرى بعد ذلك؟ قال الصديق: والله ما كلمت النبي إلا كأخي السرار، يعني كالذي يقول لأخيه سرا. وقال عمر: والله ما كلمت النبي حتى استفهمني، يعني كان بيقول لي: ها، ارفع صوتك يا عمر، أنا مش سمعك. ما كلمت النبي حتى استفهمني. انظر، انظر، آية تهدد بإحباط العمل. فما بالكم بمن يقدم شرع مهازيل البشر على شرع سيد البشر؟ ما بالكم بمن يتهم شرع النبي بالجمود والرجعية ويقولوا هذا العصر أو هذا أو هذه الأحاديث لا تواكب العصر الذي نحياه، هذا الكلام وهذه الأحاديث تواكب عصر الصحراء، عصر الجبال، عصر البادية، لا تواكب عصر الموبايلات وعصر الإنترنت وعصر التكنولوجيا الذي نحياه. لا ورب الكعبة، الله جل جلاله ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليكون صالحا لكل زمان ولكل مكان. فمن أعظم حقوق النبي
توقير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. طيب بعد مماته ماذا جرى؟ وقف عمر بن الخطاب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحصب رجل بحصاء، وكان هذا الرجل يقال له السائب بن يزيد. يقول السائب: حصبني رجل، فلما التفت وجدته عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار إلى رجلين، فلما جئت بهما قال عمر بن الخطاب: من أين أنتما؟ قال الرجلين: من الطائف. فقال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيدي، لو كنتم من هذه البلد لضربتكم حتى أوجعتكم ترفعان صوتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتعلوا صوتكم في مسجد النبي. انت متخيل؟ طب انا عاوزك تتخيل بقى باللي راح يعمل عمره. انا لا انكر هذه الفرحه ولا انكر هذا الشعور، يروح يعمل عمره وعند القبر الشريف يمسك التليفون ويقعد يتصور. لا، الاعجب من ده كله يلاقي الكاميرات حوالين منه ويقعد ويشاور. اين المحبه؟ اين الخشوع؟ اين الاخلاص؟ انظر: لضربتكم حتى اوجعتكم. قال انس: اخذنا من هذه الايه أي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ينبغي لأي أحد كائنا من كان أن يعلو صوته في مجلس يقال فيه قال الله قال رسوله. لا ينبغي لأي أحد أن يعلو صوته في مجلس يقال فيه قال الله قال رسوله. أحبتي في الله، أرى أن عقارب الساعة قد طاردتني، فأرجئ الحديث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا هو محبة النبي، تكون مقدمة على النفس والولد. يا الله، انت بتحب النبي، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. فين الصلاة يا اخوانا؟ بتحب النبي؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. بتحب النبي تطيعه، بتحب النبي تصلي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة أدركته شفاعتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي ينبغي أن تكون متقدمة عن محبة النفس والأهل والمال والولد. بل تدبر، من أعظم حقوق النبي الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. بشر النبي بنضارة الوجه لكل مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل
قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. حافظين كم آية من القرآن؟ بلغ عني ولو آية. بلغ عني تشريف، ولو آية تخفيف، بيخفف عنك النبي صلى الله عليه وسلم. في إحدى الدول الأوروبية أسلم رجل ولم يحفظ من القرآن إلا الفاتحة، فقام مقام الإمام وقرأ الفاتحة وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغ عني ولو آية، ولم أحفظ من القرآن إلا هذه السورة، فأردت أن أبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل آخر أسلم ولم يحفظ إلا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، فوقف مقام الإمام وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغ عني ولو آية، فقرأ سورة الإخلاص. حافظ كم آية في القرآن عشان تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم آية من القرآن بلغ عني ولو آية؟ فإذا من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو الدفاع عن سنته وتبليغ دعوته صلى الله عليه وسلم. المحب الصادق يعنى بكل شيء يخص حبيبه ورب الكعبة. إن ادعت الأمة في هذه الأيام أنها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن واقع الأمة وحالها يكذب ادعاءها. واقع الأمة وحالها يكذب ادعاءها. انظر إلى حالك حبيبي في الله، إذا سمعت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، نهي من نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت محب صادق فاتبع. الاتباع له شروط حتى لا أطيل، وللمحبة حقوق، من أعظم حقوقه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي في كل أمر، والانتهاء عن كل ما أنهى عنه النبي وزجر، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن الملك جل جلاله، توقير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المال والنفس والولد، تبليغ دعوته والدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم. ورب الكعبة، لو أردنا أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحتجنا إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات، حتى نبين حقوق محبة حبيب رب الأرض والسماوات علينا جميعا. إذن نرجئ ما بقي من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. قال ربنا جل جلاله: اعلموا أن فيكم رسول الله. وعرج عليها في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله جل جلاله أن يحسن وقوفنا بين يديك. اللهم احسن وقوفنا بين يديك. اللهم احسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت به عليه من أسرارنا، ولا فيما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزع النعم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم عافي كل مبتلى مسلم، اللهم عافي كل مبتلى مسلم. اللهم سد الدين عن المدينين، وازل الهم عن المهمومين، واكشف الغم عن المغمومين، وازل الكرب عن المكروبين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل عملنا كله ان كان خالصا في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا، إنك على كل شيء قدير.
وأقم الصلاة. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.